بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس. بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج الدبلومات الفنية، زادت معدلات البحث عن بوابة التعليم الفني للكشف عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 بمختلف أقسامها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي. والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة قد اشتد البحث لمعرفة موعد إعلان النتائج النهائية لهذا العام. هذا ودعونا نسلط الضوء على آخر ما ورد من أنباء بخصوص النتائج التي أوشكت على الظهور خلال أيام معدودة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح أصبحت في مراحلها الأخيرة، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، أي من المتوقع لها الظهور في الأسبوع الأول من يوليو. هذا وقد بشرت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأن نسب النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. كما أكد وكيل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج سوف تعلن بشكل رسمي فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وحصر درجات الطلاب والتأكد من صحتها داخل الكنترولات في جميع محافظات الجمهورية، ويمكن للطلاب الحصول عليها بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. رابط بوابة التعليم الفني 2022. بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 28 من مايو الماضي واستمرت إلى يوم 9 يونيو الجاري، حيث حضر الامتحانات نحو 830,753 طالب وطالبة في جميع الأقسام والفروع مقسمين على 3080 لجنة امتحانات على مستوى جميع مدن ومحافظات الجمهورية. فور الانتهاء من الامتحانات تم البدء في تصحيح أوراق الإجابات للطلاب، إذ أن الجميع يعمل بإتقان حرصا على مصلحة الطلاب وأن يأخذ كل طالب حقه. كما أكد وكيل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح تسير في شفافية وحرص شديد لتفادي حدوث أي أخطاء، وأكد أن أعمال التصحيح وصلت مراحلها الأخيرة تمهيدا لإعلانها بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في حد أقصى هو أول شهر يوليو القادم. هذا ويتاح الاستعلام عن النتبجة عبر رابط بوابة التعليم الفني. نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس. يستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف فروعها وأقسامها الحصول على نتائجهم بكل سهولة فور اعتمادها بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث وضعت الوزارة رابط مخصص للحصول على النتائج تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور. يمكن الحصول على النتائج باتباع الخطوات التالية: أولاً، على الطلاب لدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني. ثانياً، يتم الضغط على نتائج الامتحانات. ثالثاً، قم بإدخال الاسم رباعي وكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له. رابعاً، بادر بتحديد الشعبة التي يدرس بها الطالب. خامساً، اختر المحافظة التابعة لها الطالبة. سادساً، يتم الضغط على عرض النتائج. بعد اتباع الخطوات السابقة يحصل الطالب على النتائج النهائية، وذلك بعد اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.